السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنشرح أول درس في تانية ثانوي فيزياء الترم الأول. الدرس بعنوان الحركة الموجية. لو جينا ركزنا مع العنوان هنلاقي كلمة الموجية يعتبر وصف للحركة. فهتسأل نفسك، هتقول هل الحركة وصف تاني غير كونها موجية؟ هتتذكر إن أنت في سنة أولى ثانوي خدت نوعين للحركة. الحركة نوعين، إيه هما بقى؟ خدت نوع من الحركة الانتقالية، حركة انتقالية، وحركة دورية. الحركة الانتقالية هي الحركة التي ليها نقطة بداية ونهاية. يبقى الحركة الانتقالية هي حركة ليها بداية وليها نهاية. وخدت الحركة الدورية وهي حركة تكرر نفسها على فترات زمنية متساوية. إذا كان ده النوعين من الحركة اللي احنا خدناهم، فين بقى الحركة الموجية هنا؟ هنا الحركة الموجية تعتبر من ضمن الأمثلة على الحركة الدورية. يبقى أمثلة على الحركة الدورية الحركة الموجية والحركة الاهتزازية. يبقى العنوان اللي احنا هندرسه في تانية ثانوي ده يعتبر بمثابة أمثلة على الحركة الدورية. طيب ماشي، عايزين نبدأ الترم كده بتعريف مصطلح يعني ايه كلمة الموجة. انا لو عندي قدامي بحيرة ساكنة وجبت في ايدي حجر واسقطته على هذه البحيرة، فانا عملت ايه في سطح المية؟ انا عملت فيه تشوه، انا عملت فيه اضطراب. هذا الاضطراب ما بيقفش عند مكان سقوط الحجر، ولكن هذا الاضطراب بينتشر وبينقل الطاقة في اتجاه الانتشار. يبقى انا لو اسقطت حجر في البحيره فبتحدث موجات او اضطراب. الموجه دي عباره عن اضطراب دوائر متحده المركز، مركزها هو مكان سقوط الحجر. هذه الدوائر بتكبر معايا اهي، لان الاضطراب بينتقل وفي نفس الوقت بينقل الطاقه في اتجاه الانتشار. اذا الموجه هي اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في اتجاه الانتشار. طيب، مكان تصادم الحجر مع المية ده عمل لي اضطراب او عمل لي الموجة دي اللي انتقلت ونقلت الطاقة في اتجاه الانتشار. طيب انا عايزة اعرف ازاي بتقوم لهذا الاضطراب بينتقل وازاي في نفس الوقت بينقل الطاقة. لو انت عرفت ان جزيئات المية او جزيئات الوسط دي جزيئات بتتحرك في مكانها، بتهتز في مكانها، ففي سؤال غريب هنا، طب ازاي وهي في مكانها بتنقل الطاقة وبتنقل الاضطراب في اتجاه الانتشار؟ زي بالظبط اشبه بمين؟ واحد واقف في صف، وكان الواحد اللي واقف في الصف ده يعتبر في اول الصف. يبقى في شخص هنا واقف في اول الصف، صف من الأشخاص، في واحد هنا واقف في أول الصف ومعاه إزازة مية، والشخص اللي في آخر الصف ده محتاج يشرب. إزاي الشخص ده هيوصل له إزازة المية من غير ما يتحرك في مكانه؟ يبقى إحنا دلوقتي هعتبر الأشخاص دول هم جزيئات الوسط، بيهتزوا في مكانهم، ما بيسيبوش مكانهم ويمشوا. ازاي بقى هيقوموا بنقل الاضطراب؟ لو اعتبرت ازازة المية دي الاضطراب او اعتبرته الطاقة، ازاي هتتنقل من هذا الشخص للشخص من غير ما يتحرك من مكانه؟ هيجي الشخص ده يدي زجاجة المية للي وراه، وده يديها للي وراه، وده يديها للي وراه، لغاية ما توصل هنا. يبقى حدث نقل، الاضطراب انتقل اهو، الطاقة انتقلت اهي، من غير ما الجزيئات تسيب مكانها وتمشي. يبقى لازم نعرف ان دلوقتي جزيئات الوسط بتهتز في مكانها ولا تترك مكانها وتغادر المكان، ولكن ازاي بتنتقل؟ ادينا مثلنا ازاي بتنتقل الطاقة والجزيئات في مكانها. طيب يبقى نيجي مثلا نسأل سؤال، نقول ايه بقى؟ علل ليه الموجة اضطراب بينتقل وينقل الطاقة في اتجاه الانتشار، يعني ازاي هي بتنقل الطاقة واحنا عارفين ان جزيئات الوسط ما بتتحركش في مكانها. هقول الكلام ده ازاي؟ هقول لان عند سقوط الحجر يعني المصدر المهتز ده لما بيهتز، لانه عند
اهتزاز المصدر. يبقى انت لازم يكون عندك مصدر الاول. عند اهتزاز المصدر بكيفية معينة فإن جزيئات الوسط المحيطة به تهتز بنفس الكيفية، لأن الاهتزاز هينتقل من المصدر المهتز إلى جزيئات الوسط الملامس له أو المتصلة به، ثم للجزيئات اللي وراها، وهكذا ينتشر الاضطراب على شكل حركة موجية. يبقى عند اهتزاز المصدر بكيفية معينة فإن جزيئات الوسط المحيطة بها تهتز بنفس الكيفية، وبالتالي هينتقل من المصدر المهتز لجزيئات الوسط، ماشي، وبتنتقل منها ومنها إلى جزيئات الوسط التي تليها، وهكذا. يبقى الجسم المصدر المهتز هتنتقل منه الاهتزاز إلى جزيئات الوسط المحيطة به، وبعدين تنتقل من الجزيئات المحيطة به إلى جزيئات الوسط التي تليها، وهكذا. طيب، يبقى احنا كده عرفنا إن الموجة عبارة عن اضطراب، الاضطراب ده بينتقل وينقل الطاقة في اتجاه الانتشار. طب ازاي بينقل الطاقة؟ نفترض إن في واحد في مصيف، والشخص ده عايز ينقل الطاقة من غير ما بطريقة غير مباشرة، عايز ينقل الطاقة لأشخاص واقفين حوالين منه في المية بطريقة غير مباشرة، عايز يستخدم الوسط في إنه ينقل هذه الطاقة. هيعمل إيه بقى؟ هيسبب موجة. هيجي الشخص ده الواقف في المية، وهيحدث بإيديه، هيخبط على المية جامد، على سطح المية، هيخبط على المية دي جامد قوي. يبقى هو دلوقتي عمل عنده طاقة اهي، الطاقة دي على سطح المية الملامس ليه، فبكده عمل اضطراب. هو يعتبر الشخص هنا كمصدر مهتز، عمل اضطراب في المية، فاضطراب المية مش هيقف عنده، ولكن هذا الاضطراب هينتشر. هينتشر لو في شخص واقف في الحتة دي، اللي هيحصل ان جزيئات الوسط هتخبط في وشه بنفس الطاقة اللي احدثها الشخص الاول. يبقى كده كأن ده بعت له الطاقة عن طريق جزيئات الوسط، جزيئات الوسط الملامسة للإيدين الشخص ده هتنتقل إليها أو هتهتز بنفس الكيفية، وتنتقل لجزيئات الوسط الملامسة، وهكذا لغاية ما توصل للشخص اللي واقف في المحيط، وبكده وصلت له الطاقة لحد عنده. هنشوف دلوقتي بالنسبة للموجات، أنواع الموجات، أنواع الموجات. إيه هي أنواع الموجات؟ الموجات بصفة عامة في منها موجات بنقدر نشوفها زي موجات المية، وفي موجات ما بنقدرش نشوفها زي الموجات اللي خارجة من الأجهزة، والموجات اللي بتخرج من الموبايل. ودي من رحمة ربنا بينا، لأن إحنا لو كنا بنشوف هذه الموجات كانت هيبقى في تشوه في الرؤية شديد جدا. طب لو إحنا حبينا نشوف إيه هي أنواع الموجات دي، هنلاقي ان احنا عندنا نوعين اتنين من الموجات. في موجات ميكانيكية، وفي موجات كهرومغناطيسية، موجات كهرومغناطيسية. طيب الموجات الميكانيكية دي بتتميز انها بتحتاج لوسط مادي لكي تنتشر خلاله. يبقى هذه الموجات تحتاج الى وسط مادي لكي تنتشر خلاله، يعني هي غير قادرة على إنها تنتقل من تلقاء نفسها. زي موجة الصوت، الصوت ده لو أنت بتتكلم في الفضاء مثلا، مفيش هواء، في فراغ، الصوت بتاعك مش هيقدر ينتقل، لأن الصوت يعتبر موجة ميكانيكية تحتاج لوسط مادي تنتقل خلاله. أقصد إيه بكلمة وسط مادي؟ وسط مادي بيشمل الهواء، بيشمل الماء، بيشمل الأجسام الصلبة. وجود هذا الوسط ضروري علشان تنتقل الموجات الميكانيكية. طيب أنواع الموجات دي في منها نوعين، وإحنا هنعرفهم بالتفصيل بعد كده. في موجات طولية زي موجة الصوت، وفي موجات مستعرضة زي موجات المياه. يبقى احنا دلوقتي بنقول ان الموجات الميكانيكية نوعين، موجات طولية زي موجة الصوت، وموجات مستعرضة زي موجة مية. اما الموجات الكهرومغناطيسية، هذه الموجات لا تحتاج
إلى وسط مادي لكي تنتقل خلاله. يعني مثلا ضوء الشمس بيوصل للأرض رغم إن بين الأرض والشمس في فراغ، إذا الضوء قدر يمشي في الفراغ وبعدين يمشي في الهواء اللي موجود في الأرض عشان يوصل لنا. يبقى الضوء موجات كهرومغناطيسية عالية. ليه؟ لأنه لا يحتاج إلى وسط مادي لكي ينتقل خلاله، وكلها موجات مستعرضة، والكلام ده كله هنعرفه بالتفصيل. طيب هنبدأ نشرح الموجات الميكانيكية. ايه هي الموجات الميكانيكية؟ قال لك هي دي موجات تنشأ عن مصدر مهتز ينقل نوع من الاضطراب خلال الوسط المادي. يبقى الموجات الميكانيكية موجات تنشأ من مصدر مهتز تنقل نوع من الاضطراب خلال الوسط المادي. طيب هاجي أشد خط عن كلمة مصدر مهتز، وهشد خط عند الاضطراب، أشد خط عند كلمة الوسط المادي. أنا شددت كم خط؟ تلاتة. التلاتة دي هي شروط الموجات الميكانيكية. يبقى شروط الموجات الميكانيكية: واحد، وجود مصدر مهتز. اتنين، حدوث اضطراب. تلاتة، وجود وسط مادي ينتقل خلاله الاضطراب. يبقى لابد من وجود المصدر المهتز، ولازم يحدث اضطراب، ولازم وجود وسط مادي ينتقل خلاله الاضطراب. يبقى ده كده شروط الموجات الميكانيكية. طيب هنبدأ بقى نعرف بعض المصطلحات، لأن لما احنا بنقول عندما يهتز المصدر فإنه بيحدث اضطراب أو اهتزاز. ولو بصينا على أحد المصادر المهتزة مثلا زي البندول البسيط، ما احنا عندنا المصادر المهتزة دي أمثلتها، عندنا البندول، وعندنا الشوكة الرنانة، وعندنا الوتر المهتز، وعندنا ثقل معلق في ملف. يبقى احنا دلوقتي عندنا المصادر المهتزة، ممكن ان احنا نجيب كتاب كده نشوف الصورة بتاعتها، اهي امثلة ليها اهي. يبقى احنا عندنا كده المصدر المهتز ممكن يكون شكل البندول، ده مصدر مهتز، وممكن يكون بندول الساعة، البندول هنا بندول الساعة، وممكن يكون الشوكة الرنانة المهتزة، ممكن يبقى الوتر المهتز في الكمان اهو، وثقل معلق في ملف زنبرجي اللي هو المنظر اللي انتوا شايفينه ده. طيب نيجي بقى، يبقى احنا عرفنا يعني ايه مصدر مهتز، ولازم هذا المصدر يحدث اضطراب، ولازم يكون موجود وسط مادي ينتقل خلاله هذا الاضطراب. تمام. طيب عايزين بقى نشوف بعض المصطلحات الخاصة بالحركة الاهتزازية والحركة اللي احنا اتكلمنا عنها دي. انا لو عندي بندول معلق هنا، ايه النقطة دي؟ دي اسمها موضع السكون او الاتزان. يبقى دي اسمها موضع سكون البندول او موضع اتزان. لو انا جيت مسكت البندول وحركته في هذا الاتجاه وسبته، هيبدأ يتحرك البندول على جانبي موضع السكون. الحركة اللي بيحدثها او اللي بيصنعها هذا الجسم او البندول بنسميها الحركة الاهتزازية. يبقى دلوقتي عايزين نعرف حاجة اسمها الحركة الاهتزازية، هي الحركة التي يصنعها الجسم المهتز. يا ترى الجسم المهتز هيصنع الحركة فين؟ هو ما عندوش اي اختيارات غير انه يتحرك على جانبي موضع السكون. يبقى يا اما لو انت حركته في هذا الاتجاه وسبته، هيبدأ يتحرك يمين ويسار موضع السكون. يبقى الحركة الاهتزازية هي الحركة التي يصنعها او التي يصنعها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه الأصلي، وتتكرر على فترات زمنية
متساوية. يبقى الحركة الاهتزازية هي الحركة التي يصنعها الجسم المهتز، بيصنعها فين؟ على جانبي موضع سكونه الأصلي، وتتكرر على فترات زمنية متساوية. هي الحركة التي يصنعها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه الأصلي، وتتكرر على فترات زمنية متساوية. في بعض المصطلحات التانية الخاصة بالحركة دي هي زي الإزاحة. الإزاحة رمزها دي، وهي كمية متجهة وتقاس بالمتر. يبقى الإزاحة رمزها دي، وهي كمية متجهة وتقاس بالمتر. إيه هي الإزاحة دي؟ هي بعد الجسم المهتز في أي لحظة عن موضع سكونه أو اتزانه الأصلي. يبقى دلوقتي أنا لو عندي بندول مثلا، عندي بندول، البندول ده كده موجود في موضع سكونه، لو أنا حركته كده وسبته هيبدأ يتحرك حركة يكررها على فترات زمنية متساوية. ايه هي الإزاحة بقى؟ لو انا جيت قلت لك اعمل لي إزاحة حوالي مثلا 2 سنتي للبندول ده، طبعا مش هتقدر تحقق الإزاحة دي، لانك هتسأل سؤال، طب انت الإزاحة اللي انا هعملها في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه؟ يبقى مش مجرد ان انت تحرك 2 سنتي عن موضع السكون وبس، لا، ده انت لازم كمان تعرف انت البندول ده هيتحرك 2 سنتي في انهي اتجاه، لان انت بتوصف بالازاحة، والازاحة كمية متجهة يلزم لمعرفتها المقدار والاتجاه. يبقى دلوقتي الازاحة هي بعد الجسم المهتز في اي لحظة عن موضع سكونه الاصلي. هي بعد الجسم المهتز في أي لحظة عن موضع سكونه الأصلي أو اتزانه. طيب لو في كمان مصطلح اسمه ساعة الاهتزازة. ساعة الاهتزازة، ساعة الاهتزازة دي بقى كمية قياسية، كمية قياسية رمزها ايه؟ وهي تعتبر أقصى إزاحة للجسم المهتز بعيد عن موضع سكونه الأصلي. يبقى دلوقتي لو انا عندي الجسم المهتز اهو، او البندول، البندول ده قرر ان هو يتحرك في هذا الاتجاه ازاحة معينة، وممكن يزيد عليها وممكن يزيد عليها لغاية هنا، ومش هيقدر يزود اي ازاحة تانية، بمعنى ان دي اقصى ازاحة في استطاعته انه يحققها. في الحالة دي انا بسمي النقطة دي بالنسبة لموضع سكونه الأصلي، الحتة دي كده هسميها سعة الاهتزازة. يبقى إيه هي سعة الاهتزازة؟ سعة الاهتزازة هي أقصى إزاحة للجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه الأصلي، ما هو عن موضع سكونه الأصلي. طيب لو تخيلنا مثلا انت كده مكان البندول ده، وانت طالع لفوق، يا ترى ايه اللي بيحصل لك وليه؟ هتقول لي وانا طالع لاعلى كده اللي بيحصل لي ان سرعتي بتقل، لاني ماشي ضد الجاذبية الارضية. طيب وبعدين سرعتك هتقل لحد فين؟ لحد ما اوصل لاقصى ازاحة، وهتبقى هنا سرعتي بتساوي 0. طب وانت نازل بيحصل لك ايه وليه؟ قال وانا نازل كده سرعتي بتزيد، لاني ماشي في اتجاه الجاذبية الارضية، لغاية ما توصل سرعتي هنا للقيمة الماكس. يبقى لو انا عندي بندول، البندول ده لو هو طالع لاعلى كده، ايه اللي بيحصل لسرعته؟ تبدأ تقل 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 لغاية ما يوصل لاقصى ازاحة، ساعتها سرعته بتبقى كام؟ بصفر. طب وهو نازل بقى، وهو نازل بينزل السرعة بتاعته بتزيد 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 لغاية ما يجي يمر بموضع السكون، بتبقى سرعته قيمتها ماكس. يبقى أنا ممكن أوصف سعة الاهتزازة بطريقة تانية، أقول هي عبارة عن المسافة بين نقطتين، هسمي دي نقطة ودي نقطة، بين نقطتين متتاليتين. يبقى أقول سعة الاهتزاز هي المسافة بين نقطتين متتاليتين،
في مسار حركة الجسم المهتز. يبقى هي المسافة بين النقطة دي والنقطة دي، دي ساعة الاهتزاز. يعني ممكن أقول إن هي أقصى إزاحة للجسم المهتز بعيد عن موضع السكون، وممكن أوصف ساعة الاهتزاز بدلالة النقطة دي والنقطة دي، هي المسافة بين نقطتين متتاليتين في مسار حركة الجسم المهتز. تمام كده؟ تكون سرعته، تكون سرعته عند إحداها أقصاها وعند الأخرى منعدمة. يعني هي المسافة بين نقطتين متتاليتين في مسار حركة الجسم، السرعة عند واحدة منهم هنا أقصاها وعند النقطة الأخرى منعدمة. يبقى هو دلوقتي ساعة الاهتزازة هي المسافة بين نقطتين متتاليتين في مسار حركة الجسم المهتز، تكون سرعته عند واحدة منهم إيه؟ هنا السرعة إيه؟ وهو نازل بموضع السكون أو موضع الاتزان، سرعته عند إحداهما أقصاها وعند الأخرى منعدمة. هنا انعدمت بدليل إنه مش قادر يحقق مسافة أكتر من كده، هيحققها إزاي وسرعته خلصت؟ السرعة بقت بصفر، فما يقدرش يحقق مسافة أكبر من كده، هيضطر ينزل لأسفل. طيب ماشي. يبقى احنا دلوقتي ممكن يجي سؤال في الحتة دي يقول لك ما معنى أن، ما معنى أن المسافة بين نقطتين تنعدم عندهم السرعة بتساوي 10 سنتيمتر؟ ما معنى إن المسافة بين نقطتين تنعدم عندهم السرعة 10 سنتيمتر؟ الأول لازم أحدد فين النقطتين اللي هتنعدم عندهم السرعة. هنا في أعلى حتة بتنعدم السرعة، وكمان لو راح في الناحية دي هتنعدم السرعة. يعني إيه بقى الحتة دي كده؟ 10 سنتي. يعني الحتة دي لوحدها 5 سنتي، والحتة دي هي ساعة الاهتزاز. يبقى هذا معناه إن سعة الاهتزاز كام؟ 5 سنتيمتر. يبقى احنا كده بالنسبة لسعة الاهتزاز، وبرضو الوحدة بالمتر أو بسنتيمتر زي ما هيكون موجود عندنا في المسألة. طيب هنحاول نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.